ازيك؟ هاي فريدريك، اتأخرت يعني النهاردة يا حبيبي؟ يعني قبل ما خلصت اللفة بتاعتي وصلت البضاعة للزبائن وجبت فلوس. ايه ده يا فريدريك يا حبيب؟ دول شويه فضلوا معايا ما عرفتش اوزعهم، قلت اجيبهم لك. متشكر متشكر قوي يا فريدريك. بالمناسبه انت فاكر الولد اللي كنت قابلته دوت وكنت قلت لك عليه؟ ما انت قلت لي على اولاد كتير. انهي ولد فيهم يا فريدريك؟ الولد المصري اللي كنت هتخانق معاه واضربه من كام يوم. ماله ده؟ اشتغل هنا في المينا، شكله هيقعد مش راح يرجع بلده تاني. اسمه ايه؟ نبيل. ايوه يا فريدريك، نبيل ايه؟ معرفش، كل اللي اعرفه عنه انه اسمه نبيل وانه اشتغل هنا في المينا وانه ساكن عند الست المجنونه دي اللي اسمها فراو انجي. فراو انجي؟ الولد ده يهمك امره؟ الحقيقه انا مش عارف، وحفضل مش عارف لغايه ما تبقى قدامي بيانات كامله عنه. الا بالحق، تقدر تجيب لي البيانات دي يا فريدريك يا حبيبي؟ تحت امرك يا ريزاك، انت تأمرني. بس الحكايه دي راح تتكلف كتير شويه يا ريزاك. اخص عليك يا فريدريك، اخص عليك يا حبيبي، انا عمري اتاخرت عنك في حاجه. خد خد دول نصيبك في العمليه اللي فاتت، ودي بقى عربون عن العملية اللي جاية. شكرا يا إيزاك، متشكر كتير. فريدريك، اوعى تتأخر عليا يا حبيبي. أكيد طبعا. أوف ويدرزن. اوكي اوكي اوكي. Take him. Why? فريدريك، خليك زي ما انت، خليك زي ما انت. رايح فين؟ في ايه؟ باسبوري، سرقوا الباسبور.